اول حاجه غنبداو بهذه البسبوسه اللي احنا كنسموها خبيز تونس، هو الاسم ديالها الحقيقي خبيز تونس. خبيز تونس تقيده جميله. الوغ هذه البسبوسه غنحاول نعطيها بالعبار ديال الجبانه بالنسبه للسيدات اللي ما كيبغوش يعبروا بالغرام، فهذه غنقدروها عبر الزلافه اللي هي رابعه اللي كتهز رابعه، يعني الجبانه اللي كتهز رابعه. الوغ غنحتاجوا واحد جبانه ديال البيض، يعني كنمشيو من 5 حتى ل6 البيضات على حسب الحجم ديال البيض. غنحتاجو واحد جبانه ديال اللوز اللي غيكون بالقشور ديالو، غنطحنوه اون بودغ بالقشور ديالو. غنحتاجو الجبانه ديال لا شابلور، او لا اللي ما عندوش شابلور عنده البان دومي كيشدو كيطحنو حتى كيولي بودره، وكنعبروا هذيك الجبانه. اللي ما بغاش يستعمل شابلور وهذا البان دومي كيستعمل السميده. انا كنفضل لا شابلور. وهذه الطريقه ديالك كيف انت دايره، هذه الطريقه علاش السيدات اللي كيبقى لهم الخبز هكا في الدار يعني ما كنعرفوش اش نديروا به، فاحنا كنستعملوه في هذه كتجي كتجي لذيذه. وكنفهمتي كنبقاو حنا ديما كنخليو داك الخبز في الكونجيلاتور، ملي كنبغوا نستعملوه نسخنوه شويه ونطحنوه ونعبروا به هذه البسبوسه اولا نديروا شابلور. انا خاصها تكون بيضاء ماشي داك اللي محمره شويه. لا نستعملهم اللي بغينا، حيت بما اننا استعملنا اللوز بقشورو فهي هاد البسبوسه غتجي يعني ديالها حمرا شويه، ماشي حمرا غتجي مبدله على البسبوسه العاديه. الوغ غنستعملو كيف ما قلنا جبانه ديال اللوز بقشورو، جبانه ديال الشابلور، ونص جبانه ديال الزبده دايبه اللي غنحاولوا نذوبوها حتى كيحيد الحليب ديالها اولا الماء. غنحتاجو نص جبانه ديال السنيده، نقدروا نستعملوا قل يعني بالنسبه للسيدات اللي ما كيبغوش الحلاوه، حنا في الاخر غنديروا لها قطر، يعني كل ما قللنا كل ما مزيان. الو غنعطي العبار اللي كندير نص جبانه، غنحتاجو ديال السنيده غنحتاجو خماره واحده، وغنحتاجو واحد فاني اولا الباكيته ديال الفاني الزهر، نسمو بالزهر. الا استعملنا الفاني العادي فحنا كنزيدو واحد معلقه ديال الزهر باش كتجيب نسمه الزهر. انا جو المقادير باين عندي. دونك قلنا حنا غنعبروا بالزلافه اللي كتهز رابعه، زلافه ديال البيض، زلافه ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو، زلافه ديال لا شابلور، نص زلافه ديال الزبده مذوبه، نص زلافه ديال السنيده، خماره فاني او لا فاني ديال الزهر، او الا ما كانش كنضيف حتى معلقه ديال الزهر. هذا بالنسبه للعجين، فحنا كنخلطوا عادي كيف كنصوبوا البسبوسه ديالنا، كنبسوا هذاك لا شابلور مع اللوز بالزبده، ومن بعد كنزيدوا عليهم البيض والمقادير اللي بقات. كنحاولوا ندهنوا واحد المول بالزبده مزيان، وكنرشوا عليه الشابلور. كنكبوا الخليط ديالنا في المول وكندخلوه يطيب حتى كيتحمر. داك المول ديالنا، اولا انت كديري مول اولا كدير ديك المقله الثقيله؟ انا كندير المول ديال الدجاج. علاش؟ باش كنتحكم في الطياب ديالها، باش ما تبقاش ليا بيضه من التحت. كاين داك المول ديال الدجاج اللي كنديروا فيه لي غاطان اولا اللي كنديروا فيه نيت البسبوسه، هذا كيخلينا نشوفوا اكثر ونقدروا نقدموا فيه مباشره. يعني لا فهمتي، نقدموا فيه مباشره. كدهنيه بالزبده؟ كندهنوا بالزبده في شابلور. نعم. الوغ ملي كندهنوه كندخلوه للفران يطيب على درجه حراره 160 درجه حتى كيتحمر. في هذا الوقت اللي البسبوسه ديالنا كطيب خصنا نكونوا كنوجدوا في القطر او السيرو ديالنا. لا غير هنايا البسبوسه ديالنا ملي غندخلوها للفران طيب، واش كيكون الفران ديجا سخون او اكيد الفران ديما في اي حلويات خصو يكون سخون من قبل، يعني ما يمكنش نشعلوا الفران وندخلوا حيت غتشرب لينا غتنشف، ديما نكون الفران. كاين شي حلويات اخرين اللي كيقول لك من الافضل ان تكون نفس الحراره في لي كيك وفي هذا، ديما الفران يكون ديجا سخون من الاول. الوغ كنوجدوا القطر ديالنا، يعني كنديروا واحد نص كيلو ديال السنيده مع سيترو الماء. دونك هذا سيرو اولا القطر ديالو نص كيلو ديال السنيده ونص كيلو الماء، ونورمالمون كيكون نسيترو. حتى انا ملي قلت لي نص كيلو جاتني نص كيلو الماء. بعد مرات انا كنعبر نص كيلو، كيكون عندي الميزان فكنعبر نص كيلو. هذه الناس المحترفه باش نشوف هنا نص كيلو سنيده فعلا نص كيلو. نص كيلو ملي كتشرب هي نورمالمون قطره كيكون فيه السنيده بزاف، كتكون فيه جوج بحال دابا جوج كيسان اولا جوج جبانات ديال السنيده بجبانه الماء، يعني كيكون الدوبل ديال السكر على الماء. هنا حاولنا نديرو قد باش ما تجيش ديك الحلاوه بزاف، وهو راه ما غيبقاش راه غادي يعقد يعني ما حدو كيطيب وما حدو كيزيد يعقد، غتبقى عندنا الكميه قليله هي اللي غادي نشربوا بها هذاك البسبوسه ديالنا، ونقدروا ما نستعملوش كامل. يعني هذا الا بقى لينا احنا مصوبينه كنخلي
كيلو في قريعه في الثلاجه ما كيضيعش. كنسقيو به لي سيرو ديالنا اولا لي بابا اولا لي كاك بعد المرات. لا كيبقى معقد سائل ما كيمشي داك ماشي بحال الماء يعني ثقيل شويه شويه ثقيل شويه وخاطر شويه خاطر شويه خاطر شويه وكنخلوه في قريعه كنستعملوه. غير هو ملي كنبغيو نسقيوه ديما كيف ما كنقول القاعده ديال البسبوسه اولا الكاك خاصو يكون الكاك سخون والسيرو بارد اولا العكس اولا العكس. هنايا نص كيلو ديال سنيدو نص لتر ديال الماء كيغلاو حتى كيبداو يعقدوا. كتنسمي بشي حاجه بالزهر بالزهر كنديروا شويه الزهر شحال في الطريف الحامض على حسب الناس اللي بغاو البكيته ديال الا عندنا دوك البكيتات كيجيو بنين كندير واحد الساشي ديال الزهر فاني اولا كندير واحد جوج معلقات كنقصوها منها ونزيدوها في الزهر. نعم واضح صافي حتى كيعقد لينا يعقد. كنسقيو داك السيرو ديالنا البسبوسه ديالنا بالسيرو وكنزوقوها باللوز اللي كنكونوا حمرنا من قبل كتذكير اننا استعملنا فيه اللوز كنغرسوهم بحال هكا يعني بعد ما قطعناها دي مورسو اللي كنديروا اللوزه في مورسو معينه هكا دي لوزونج ولا هذا ونخشيو اللويزات اولا نديروا نص قرقعه يعني على حسب الزين كيبقى الزين اللي متوفره عندها في المطبخ ديالها. بدايه خدينا معنا الشيف هند بسبوسه اولا خبيزه تونسيه اكيد مازال غنشوف.